تقريبا 5 لـ 6 أشهر. سعيدة جدا بانتقالي الغابية المنتخب مجلس جهة الشرق، وقبل انتقالي الغابية ساكنة إقليم مدينة. نتمنى صادقة أنني نكون عند حسن ظن الناس اللي يصوتوا عليا، ونحاول قدر الإمكان نخفف من معاناة الإقليم في ديك وجهة خاص وجهة الشرق بشكل عام. إقليم في ديك اللي كما تعلمون الإقليم كيعاني من حفظ يعني الهشاشة، من فقر، من أمور كثيرة، من معاناة مركبة. نتمنى أنني نحاول قدر الإمكان نخفف عليهم من خلال هذا المنصب، ونتمنى أنني نكون عند حسن ظن.